روحنا دائما في الجزء الاول من البرنامج وهذه 32 وصلنا للفقره الخاصه بالتغذيه. الى ذكرتوا مستمعاتنا ومستمعينا الكرام هذا الاسبوع تحدثنا على القزبر المعدنوس على الكرافس على السبانخ، يعني كلهم خضرين وكلهم مفيدين وغنيين بفيتامينات. سبحان الله الفيتامينات اللي محطوطين فيهم مهمين وضروريين، وتعرفنا عليهم بشكل كثير ومفصل مع الدكتورة هناء الكويني أخصائية في التغذية والحمية الطبية. أهلا بك دكتورة وصباح النور. صباح النور للا سناء وصباح الخير على السادة المستمعين. مرحبا بك للا، وكي دايرة كي صبحتي؟ الحمد لله انت لاباس. الحمد لله الله يبارك فيك. إذن دكتورة كيف ما قلت تحدثنا على مجموعة من طبعا مجموعة من العناصر اللي كنستعملوها في المطبخ ديالنا. كنا كنستعملوها هي حيت كتنسم، ولكن لا هي ماشي غير كتنسم، هي مفيدة وصحية للجسم والذات عموما، كتنقي مجموعة من الأمراض وكتوقي كذلك وكتداوي كذلك. إذا اليوم غادي نتحدثوا على نوع آخر، غادي نهضروا على البقولة. نعم البقوله ولا الخبيزه كيف تقول الخبيزه؟ فعلا هي كتعد من النباتات العشبيه، اوراقها غنيين بفيتامين بي وسي واو، وعلى المغنيسيوم والكالسيوم الحديد البوتاسيوم الزنك والسيلينيوم والبروتينات، وهي من اشهر الاطعمه في فصل الخريف والشتاء لانها كتعطي الاحساس بالشبع، حيت انها كتمد الجسم بالطاقه والشعور بالدفء، كما انها كتزيل الالم ديال الروماتيزم وديال المفاصل. كتساهم ايضا في علاج اختناقات القصبه الهوائيه، وكتحد من السعال والكحه، وكتزيد من مناعه الجسم بسبب ديال المضادات الاكسده المهمه الموجوده بها. كتعمل ايضا كمدير للتبول، مفيده في حاله ديال التهاب الجهاز الهضمي، يعني بالنسبه للمعده او الامعاء، وبالنسبه ايضا للاسهال وعند الامساك، يعني الاسهال والامساك بجوج مفيده ليهم. كتداويهم يعني كتخلي الشخص عادي ما عندوش مشكل. فعلا كيتسمى ريغولاتور دو ترانزيت انتستينال، ريغولاتور يعني مصحح ال نعم المشكل طبعا اللي يا اما الاسهال او الامساك. وكتطهر الكليتين والمسالك البوليه من الحصى، وكتمنع التراكم ديالها والتشكل ديالها ايضا. كتحد من الاحساس بالرعشه اللي كتصاحب نزلات ديال البرد والزكام والتهاب ديال الحلق والشنجره، وكتخفض ايضا مرتفع درجه حراره الجسم الا كان الواحد مصاب بالحمى. وكنقدروا نستخدموها كملين ممتاز ديال عند الاطفال والصغار والكبار في علاج ديال عسر الهضم وعلاج المرضى المصابين بالضيقة ايضا، وكتنقص من الالم المصاحب للعمليه ديال التبول او التبرز عند بعض الاشخاص. كما انها مفيده للمراه الحامل للمصابين ايضا بداء السكري واللي كيعانيوا من ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم. والجذور ديالها ايضا عندها منافع عديده بفضل واحد الماده سائله بيضاء اللون اللي كتسيل كلما قطعنا الجدر. هذه الماده هي مره المذاق، ولكن كتعتبر ماده علاجيه كتقضي على فيروسات ديال البرد وعلاج الضغط المرتفع وامراض العيون ولا ساعات كتكون في الجذع ديالها ياك الجذع ديالها الجذر ديالها ولا ساعات، وايضا كتحمي من امراض العيون ولا ساعات الحشرات بحال ديال النحل، وكتخفف ايضا من الام ديال الاسنان واللثه، وكتفيد في علاج الامراض الجلديه وخصوصا المتقيحه. والبقوله كنقدروا نستخدموها يا اما خضراء مع شي عصير او مع عندك تكون شي مره كتوحم وتكون ماكله جدابه وتلقى في شي مشكل. لا موجوده صافي بتاع الخريف قريب على الابواب ولا كاينه. نعم هي سواء تفورات او ولا تسلقات ماشي مشكل، ما كيمشيوش ليها الفيتامينات ديالها ولا هاد الناس. مفوره احسن حتى في المذاق كتجي مفوره احسن من الا تسلقات، ولكن كتحافظ على المواد الغذائيه مفوره اكثر من الا كانت مسلوقه في الماء، حيت الماء كما قلنا حتى في الغسيل ما خاصناش نرقدوها. بحال الكزبر والمعدنوس. لان الماء كيخلي كاع كيجر كاع ذوك الاملاح المعدنيه والماء اللي كيدوبوا فيه وكيمشيو مع داك الماء. وهي غير هي خاصنا ناخذوا الحذر من البقوله الا كنا الا غنشريوها، لانها كتنبت زعما في اماكن. والله الا عندي هذا السؤال كنت غنقول لك من عند من خاصنا نشريو البقوله. هي الا كنا حنا عرفناها في راعيه او حنا هي كتنبت يعني في مكان كتنبت هي في مكان ينبتها
غير هي لكن ما عارفينش المصدر ديالها فين نبتات، من الاحسن ما نشريوهاش. انا هي كتنوض فين ما كان، جيت المنازل اولا جيت الوديان، كنعرفوش لا باش مسقيه اولا داز شي حاجه شي كلب اولا شنو دار تما عليها، يعني ما كنقدروش نعرفو. والشيء ديالها يعني الاوراق خاصهم يكونوا اللون ديالهم اخضر، مهم داكن اولا خفيف اللون ماشي مشكل، يعني كيكون زعما مزيان غير يكون خضر ماشي شفار اولا شي حاجه. والغزل ديالها طبعا خاصو يكون بطريقه جيده، يعني عده مرات لانها كتكون عامره بالتراب وتحت الماء مطلوق وبالخل. بالخل هي حتى هي كاين اللي كيدير لها الطريقه ديال انه كيخشيها في الماء وتخليها واحد شويه حتى كتهبط، لان الا حتى ملي كنخشيو القزبر والمعدنوس ولا ديك البقوله ولا اي حاجه هكا ضربيع، ملي كنخشيوها وكنخليوها واحد المده شي شويه واحد 10 دقائق ولا كتهزي حتى شحال ديال التراب كتلقاي من تحت كتلقاي شي تراب فعلا. هي بحال دابا البقوله حيت خاصها تغسل مزيان، الا كنا غنقدوها في الماء غي ما نفوتوش كاع دقيقه ما خليناها ركدي وحيدي ونشللو مزيان. نعم وبحال دابا التخزين ديالها نحاولوا اننا ما نخزنوهاش في الثلاجه، لانها دغيا كتخسر وبالتالي كتفقد قيمتها الغذائيه بشكل كبير، وايضا كتفقد داك السائل ديالها ديال الجذور اللي تكلمنا عليه. يعني غير نشريوها ونحاولوا ما امكن او زعما اقرب وقت ممكن نستعملوها نطيبوها. ما عندك شي وصفه للمستمعات كتسمع؟ هذا بالنسبه للكحبه والتهاب ديال الجهاز التنفسي والم الاسنان والحلق، نطبخوها مع الماء ونشربوا الماء مع القليل ديال العسل ديال العسل باش نحيد داك المذاق اللي هو تيكون مر. يعني هذا المحلول كنقدروا يا اما نشربوه او نغغرو به الا كان مشكل في الحلق او في الم الاسنان. وبالنسبه للسعات ديال الحشرات نوضعوا السائل الابيض ديالها فوق اللسعه مباشره. الناموس وياك اي لسعه وشخص ديال الحل اي لسعه ديال الحشرات او تشقق ديال الجلد او الجروح حتى هما نديروا لهم داك السائل الابيض ديال الجذور ديال البقوله. عم شكرا لك دكتوره، هذا الشيء علمي وبسيط، يعني مش ما فيهش شي مجهود كبير باش ان الناس يقدوا يداووا راسهم بعد طبعا بعد النبات اللي تحدثنا عليه اللي هو البقوله او الخبيزه. شكرا لك على هذه المعلومات دكتوره هناء ايت الكونيني، اخصائيه في التغذيه والحميه الطبيه، كنتي معنا طيله هذا الاسبوع. شكرا لك دكتوره. شكرا لكم وجمعه مباركه. بارك الله فيك والى اللقاء.